إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ كلمتي، هناك أناس يتكلمون أثناء الخطبة أو أثناء الصلاة، يعني أثناء الخطبة، ومنهم من يجيب على التلفون خاصة في المسجد في الخلف. الاستماع إلى الخطبة جزء من حضورك للصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز الانشغال بغير سماع الخطبة وحضور الصلاة يوم الجمعة. فأرجو أن تنتبهوا إلى هذه المسألة. وأنا أظن أن الذين يتكلمون أو يتعاملون مع التليفون إنما يفعلون ذلك لجهل منهم، وها أن ذا قد بلغت، اللهم فاشهد. فيما مضى كنا نتحدث في سورة الفاتحة. لقد سبق القول في معنى الحمد، وأننا نتعرف إلى الله عندما نقول الحمد لله بأسمائه وصفاته الخمسة: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا كان عندنا علم بهذه الكلمات، كان عندنا معرفة بالله تعالى. ولقد رأيتم أننا انتقلنا من خطاب الله كطرف ثالث، إلا أننا بعد التعرف إلى الله انتقلنا ونحن مؤهلين لخطاب الله تعالى، فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فحصر العبادة أن تكون لله، وحصر الاستعانة أن تكون لله. هذه من مزايا المسلم الذي علم دينه وعرف ربه واستقبل ربه بوجهه، بقوله تعالى: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. الآن اليوم إذا كنت تريد أن تستعين بالله وأن تسأل الله العون، فما هي الأولوية في سؤالك؟ إيش هو الأمر الخطير الذي لابد أن تطلبه وأن تقيمه في حياتك قبل كل شيء؟ فالقرآن علمنا بعد أن قال: وإياك نستعين، قال: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي مطلب عظيم. يعني أنت لو خرجت في الليل وضللت الطريق، يعني أنا وقعت لي سنة 1979، لا أنسى، كنت في ولاية إنديانا في مدينة إنديانابلس وضيعت الطريق، وكنت قريبا من المكان الذي أنا قاصده. بقيت 4 ساعات يمكن أحوم حول المكان ولا أعلم. هذا هو الضال. لهذا لما بنوا إسرائيل تمردوا على الله وتمردوا على موسى عليه الصلاة والسلام،
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عصوا موسى وأبوا أن يكونوا معه في أي مهمة من المهمات. موسى ماذا يعمل؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا لا أملك شيئا وأخي لا يملك شيئا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ضع حدا فاصلا بيننا وبين هؤلاء العصاة الذين خرجوا على المهمة وأبوا إلا أن يعصوا الله في هذه المهمة، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكان رد الله لموسى عليه الصلاة والسلام أن يتيه بنو إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ظلوا في التيه في الصحراء 40 سنة، وهذه فيها حكمة، أن هذا الجيل العاصي نسل منه جيل أو جيلان من المطيعين، فالجيل العاصي ينقرض ويظهر الجيل الطائع أو الأجيال الطائعة. 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فالضلالة مصيبة وهي من أعقد المصائب، لهذا أول ما نسأل الله الطعام والشراب والبيت وكذا تأتي كلها بعد الهداية. لهذا عندما يقول رب العالمين اذكروا نعمة الله عليكم، لا يتوارد للذهن أن نعمة الله الطعام أو الكساء أو البيت، لا، أول ما يتوارد في الذهن واذكروا نعمة الله عليكم أنها هي نعمة الدين والهداية. لهذا نجد في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذي يريد أن يتقي النار ويريد أن يتقي التعب والشقاء في الدنيا لا بد أن يكون القرآن منهج حياته وإنارة طريقه ومرضاة قلبه. القرآن الدين الهدى. لهذا مرة أخرى كان طلبنا إلى الله اهدنا الصراط المستقيم، طلبنا الهداية. قلت أن الصراط هو مجموعة هذه التكاليف التي تنسجم مع قدرة الإنسان وتنسجم مع مصلحة الإنسان، فالدين هذا كله يسر وكله لمصلحة الإنسان. الله لا يحتاج إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا ولا إلى زكاتنا، ولكن هذه الأفعال هي مكملات خلقية لنا. أتستطيع أن تعيش بدون غذاء معين؟ يعني مثلا تذهب إلى الطبيب يقول لك عندك نقص بروتين، لابد أن تكثر من الأكل الفلاني، تذهب إلى الطبيب ويقول لك عندك نقص فيتامين دي، آخر يقول لك فيتامين سي، آخر يقول لك عندك نقص في الكالسيوم العظام كذا وكذا. أنا أقول لك كمسلم، أقول عندك نقص فيتامين الصلاة،
ليش تضحك؟ إذا كان الإنسان لا يصلي سيكون مريضا، فإن جاءني كمريض سأقول له العلاج هو الصلاة، الصيام، الزكاة. أذكر أن رئيس البعثة الطبية في حج 1961 كان صديقي، وكنت في الحج، فكنت إذا ذهبت إليه في الأوفيس عند الكعبة يأتيه المرضى، ومنهم من يقول دكتور أنا عندي شيء بقلبي، والآخر يقول عندي شيء في كذا، والآخر في كذا، فكان جوابه لعامتهم اذهب إلى الكعبة توضأ وصلي ركعتين، فإن بقيت مريضا فعد إلي. فأسأله بعد أن ينصرف المريض، أقول له لما تجيبه هذا الجواب؟ قال لأن الناس أكثر أمراضهم نقص في الطمأنينة، نقص في التواصل مع الله. وكان طبيب يتكلم إلي قبل يومين يقول أكثر المرضى في العالم المرضى أمراضا نفسية، أكثر الأمراض أمراض النفس، اللي عنده اكتئاب، واللي عنده ستريس، واللي عنده كذا. فأنا أقول هذا الذي قلته لأبين لكم أن اهدنا الصراط المستقيم. الصراط سمي صراطا لسهولته، أصل كلمة الصراط سرط، سرط ابتلع. ألا ترى للطفل لما تعطيه قنينة الحليب لا يغص بها، يبتلعها ابتلاعا سهلا سريعا لا ضرر فيه. كذلك أحكام الدين بالنسبة للإنسان، إذ يتمثل أحكام الدين إنما يجد فيها اليسر كل اليسر، والفطرة كل الفطرة. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.